مروج، اليوم في تصريحات جديدة للإدارة الأمريكية وتحديداً للمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي، الذي تحدث وقال أنه لا يمكن لواشنطن أن تنتظر إلى الأبد حتى تقرر طهران وهذه الإدارة الإيرانية الجديدة الممثلة بنظام الرئيس إبراهيم رئيسي بأنها تريد العودة إلى هذه المفاوضات. والحديث والتصريحات الصادرة عن الخارجية الإيرانية بأن العودة ستكون قائمة خلال الأسابيع المقبلة هو غير كافي للإدارة الأمريكية اليوم، لأنها تريد تاريخ محدد وتريد أيضاً تعيين مفاوض باسم واضح وخاص من قبل إيران للانخراط مرة أخرى مجددا بهذه المحادثات النووية في فيينا من حيث توقفت. وبالتالي أيضا في حديث عن مخاوف حقيقية وجدية في الداخل الأمريكي من أن إيران تراوغ وتناور وتلعب على مسألة الوقت وعنصر الوقت وتحاول الاستثمار فيه والاستفادة منه للاقتراب بشكل كبير من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لأن تقترب من السلاح النووي. وعلى ذلك كان هناك تصريحات صحفية أو تقارير صحفية خطيرة للغاية في الفعل، تحدثت عن أن كان هناك لقاءات سرية أمريكية إسرائيلية يتم فيها التحضير إلى ما يعرف الآن بالخطة باء أو الخطة البديلة للتعامل هذه الإدارة الأمريكية مع إيران فيما لو إيران هذه لم تفي بتعهداتها ولم تعود إلى الانخراط مرة جديدة باتفاق نووي إيراني. وكانت هذه اللقاءات عقدت وفقا لهذه التقارير الصحفية مروج ما بين المستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي للبحث بالخطة البديلة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن لها أن تنتظر إلى الأبد وبدأت تبحث عن خيارات أخرى، والحديث مروج هنا عن مزيد من العقوبات على طهران إن لم تعد إلى المحادثات النووية وتفي بتعهداتها بالتوقف عن إنتاج المزيد من اليورانيوم. نعم، شكرا جزيلا لمراسلنا من واشنطن مجدي يازجي.